صباح الخير يا متابعين فتح الفني. صباح الشركة وينزل بروكر يضم لكم كريم مجدي يوم 5 يوليو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الامريكي، تولي تجربة للدولار الامريكي مقابل كل الادوات المالية خلال الفترة الصباحية لليوم، وانطلاقة عنيفة لمؤشر الدولار صوب مستويات ال 106، ده طبعا بعد الاستقرار وانتهاء اجازة الاسواق الامريكية احتفالا بعيد الاستقلال، وكل طبعا في ترقب غدا قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، والذي يمنح اشارات قوية عن اراء صانعي السياسة النقدية حيال الاوضاع الاقتصادية وتوقعات رفع الفايدة خلال الاجتماعات المقبلة. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معنا الشارت، طبعا الاغلاق والانخفاضات العنيفه لليورو مقابل الدولار الامريكي اسفل ال 400، ولذلك المجال مفتوح تماما لل 360، وواضح طبعا معنا كل المؤشرات ادت اشارات سلبيه، اي ام اي سار فلات تريند ستوكاستيك متوقع القيام ببعض الحركات التصحيحيه والعوده لاختبار ال 400 مره اخرى، ولكن مازال طبعا الاداء هو المضغوط هو سيد الموقف والاداء السلبي، ولذلك الاستقرار والوصول ل 360 وراها 325 امر متوقع. مره تانية الاداء الاكثر توقعا هو السلبي اكيد، ولكن مع اغلاقه هنا هيكون المجال مفتوح تماما لل 360 وراها 325. السيناريو الاخر المعاكس اتحقق بكسر ال 545 وراها 610 وراها 670، وده مستبعد تماما خلال تبادلات اليوم. ولذلك وبكده نكون وصلنا اعزائي المتابعين لنهايه الفيديو، بشكركم اكيد على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.